طيب اتحاد منتجي الدواجن قالوا يا جماعة احنا عندنا توقعات بحدوث الانخفاض التدريجي لأسعار الدواجن، لكن ده مرهون بثلاث عوامل. طيب إذا حدث التراجع طبقا للكلام اللي قاله الاتحاد، قالوا يحصل التراجع خلال 40 يوم مش بعد 40 يوم. طب خلونا هنا نفهم حول هذا الموضوع من دكتور ثروت الزيني. أهلا بك يا دكتور. أهلا أستاذ يوسف، أستاذ حسن، عامل إيه يا دكتور ثروت؟ الحمد لله يا فندم، الحمد لله. الدواجن يا دكتور صار والله تمام، الدواجن بخير الحمد لله. يا رب تفضل دايما بخير وبصحة وبسعادة وتربرب بس ترخص. والله سعادتك أنا عايز أقول حاجة، بزد الأزمات والتحديات الغير مسبوقة، وتحت الغير مسبوقة دي يعني نحط كلام كتير جدا، فعلا صعبة، دلع بكورونا والإغلاق، ثم النهاردة حروب، ثم النهاردة غزة، ثم باب المندب، ثم تداعيات كتيرة جدا. الحمد لله عندنا غذائنا، عندنا اكتفاء ذاتي من الدواجن، عندنا اكتفاء ذاتي من البيض. في شوية تحديات طبعا احنا كلنا متأثرين ومش راضيين عن أسعار الدواجن المرتفعة ولا أسعار البيض المرتفعة، ان طبعا ده يعتبر البروتين الاول والاساسي. المواطن لما بيهرب من اللحمه واسعارها، الملاذ له هو الدواجن، فلازم نعترف ان يعني الحمد لله ان في اكتفاء ذاتي، في شويه تحديات، في صعوبات. 75% من التكلفه اعلاف، الاعلاف مرتبطه بالنقل الاجنبي، في صعوبات كبيره جدا في النقد في الفتره اللي فاتت، اتمنى ان طبعا تتحل، انها ليها تاثير مباشر جدا على التكلفه. ان توازن الاسعار وتراجع الاسعار لن يتاتى خدم الانتاج. الحمد لله عندنا ميزه السرعه، سواء دواجن حيه او بيض طازج، لا يوجد اي شكل من اشكال التخزين فيها ولا شك من اشكال الاحتكار، بتتباع يوم بيوم، وجبه بوجبه، الفراخ بتطلع يوميا من المزرعه الفجر او الصبح على المحلات على الاستهلاك، فما فيش تخزين، ما فيش احتكار فيها زي يمكن سلع تانيه مش عايز نذكرها، لكن هيجي الاتاحيه والانتاجيه هي اللي هتعمل توازن وتراجع في الاسعار. الحمد لله يمكن الايام اللي فاتت كان في تراجع كبير جدا في النادي الاجنبي، للاسف استاذ يوسف النادي الاجنبي تحول من عمله الى سلعه. طيب. واللي له واللي ما لهوش فيه حلو، بدا النهارده ده كلنا لامسينه وعارفينه بالقطع دكتور ثروت، لكن وانا عارف وحضرتك يمكن شرحت لي في مره من المرات قبل كده انه التكلفه بتاعه التواجن زي ما حضرتك قلت كده تقريبا 70% منها علف. لو سعر النقد الأجنبي في السوق الموازية زاد النهاردة الصبح، ألاقي فورا سعر الدواجن نط لفوق فورا، يعني النهاردة بعد الظهر على طول، يعني ما بنترحمش. لما سعر النقد الأجنبي هبط ولا كأن في حاجة، ليه بقى؟ يعني ليه أول ما يزيد ألاقي بسرعة القرارات بتاعت رفع الأسعار، ليه أول ما يقل ألاقي نفسنا قاعدين ساكتين ومش واخدين بالنا؟ الكلام سعادتك صحيح بنسبة، لكن مش ب100%. أول ما النقد الأجنبي بيزيد، واخد بال سعادتك، الخامات بتزيد. يعني هو احنا بنستورد، احنا بنستورد علف كل يوم يا دكتور ثروت؟ يا فندم. ازاي؟ بمعنى كل البضائع الموجودة في المواني سواء ذرة أو صويا في بضاعة ملك الغير، يوميا بيتم النهاردة تقديم مستندات للبنوك، يتم الإفراج عنها بسعر النقد سواء إكس أو واي أو زد، بيتم الإفراج عنها بصفة يومية. فالبضاعة الموجودة في المواني النهاردة المخزون لمدة شهر شهر ونص موجود حوالي 750 ألف طن ذرة، حوالي 350 ألف طن بذرة. حلو. دول ليس ملك المستورد. وبالتالي لو سعر النقد في السوق الموازية زاد النهاردة يومية، فأنا هروح مدخل كده العلف غالي، صح؟ طيب ولو سعر النقد الأجنبي قل النهاردة أدخل العلف رخيص. بالظبط كده. طيب ما ده ما بيأثرش على سعر الدواجن، بلاقي سعر الدواجن دولة الدواجن زي يثبت على الغالي بقى. لا، دولة الدواجن زي ما سعادتك عارف انها 35 40 يوم. الفترة اللي فاتت
كان في النهارده تكالب على العلف عشان النهارده الناس خافت ان النهارده العلف ما يتوفرش او اسعاره بيزيد بشكل يومي. في خبر كويس ان الذره تراجعت حوالي 2000 جنيه في اليومين اللي فاتوا. الصويا تراجعت حوالي 6000 7000 جنيه خلال اليومين اللي فاتوا. كويس. فاذا النهارده الخامات تراجعت، الدواجن كمان كان ب 94 النهارده 86. ما احنا بننزل السوق، احنا بننزل السوق ما بنلاقيش كده يا دكتور بصراحه. انا بتكلم على سعر المزرعه. كل ده بالنسبه لي رائع. انا كمستهلك اللي يهمني دايما سعر السوق مش سعر المزرعه. انا هتوصل لي السلعه بكام؟ يعني حضرتك قلت لي انه سعر الدولار زاد النهارده يبقى سعر العلف زاد النهارده، سعر الدولار قل النهارده يبقى سعر العلف قل النهارده، وبعدين رجعنا طب ما انا عندي الدوره الانتاجيه 35 او 40 يوم، لكن في الزيادات محدش بيعتبر الدوره الانتاجيه، بيعتبروها كانها مش موجوده فبيزودوا، لكن لما السعر ينخفض يقولوا لنا اصل الدوره الانتاجيه. ما انا عايز معيار ثابت اتحرك عليه، يا دوره انتاجيه يا مش دوره انتاجيه، يا سعر العلف يا مش سعر العلف. التجار تحديدا، انا مش بتكلم على المنتجين زي حضراتكم يا دكتور، لكن انا بتكلم على التجار قاعدين بيلعبونا. الكلام صحيح سعادتك، بس انا عايز اقول حاجه. الدواجن لما النقد الاجنبي نزل في 72 ساعه اللي فاتوا، الدواجن نزلت من 94 سعر المزرعه، نزل واخد بال سعادتك 86، وده بالتالي هينعكس على سعر سوق الدواجن بكره وبعده. ولو يعني في تجاوب النهارده في الاسعار، لكن هي المهم النهارده ان مفيش، هل في تخزين في الدواجن؟ هل في النهارده احتكار؟ بس التداول ده بيتضاف على السعر العالي، بيتضاف على السعر المنخفض، بيتضاف. مش تخزين بمعنى كلمه التخزين، لكن بتبقى مبرده مش مجمده. يعني بتتحط في نسبه بسيطه جدا، 95% من الدواجن بتتباع حيه، 95% منها بيتباع للمحلات. هل حضراتكم ك يعني اتحاد منتجين بتتابعوا الاسعار بتاعه السوق للمستهلك؟ لا يا فندم، احنا شغلتنا اتحاد منتجي الدواجن، شغلتنا الانتاج. كويس. والانتاج فقط، لكن التداول النهارده وحلقات التداول ده يخص جهات. طيب. اخرى او وزارات اخرى. ده يخليني هنا هسال بقى، هو مفترض انه فرق السعر حتى ولو بالنسبه المئويه ما بين سعر المزرعه وسعر المستهلك مفترض ان هو يتحرك في نسبه من كام لكام؟ بص سعادتك، بيختلف من حوالي يعني كي بيضاف على كيلو من باب المزرعه لحد المستهلك من 7 جنيه ل 10 جنيه حسب المنطقه، وبتاع الصعيد غير بتاع بحري غير بتاع القاهره، يعني حسب عدد حلقات التداول اللي بياخد من محل غير اللي بياخد من سوبر ماركت. اللي طب بياخد النهارده بتختلف. مش ده معناه انه لو السعر بتاع مش ده معناه ان لو سعر المزرعه 86 يبقى ده بقى المفروض يوصل لي انا كمستهلك ب 96، يعني الحد الاقصى، وده فعلا هيسمع بكره، وده فعلا السعر ده هيسمع بكره. من يومين ثلاثه كانت وصلت ل 103 و104 و105. ده اليومين الثلاثه دول اللي اتهبت فيهم الدولار هبده صح؟ بالظبط كده، كان المفروض يسمع من بدري. نتمنى يا استاذ يوسف بعد اذنك الاستمراريه، يعني النهارده الناس تحس باطمئنان، في ثبات النهارده في اسعار النقد الاجنبي، في ثبات النهارده في اسعار الاعلاف. الاطمئنان والثبات ده هيعمل اطمئنان للمربي وللمنتج ونعرف نشتغل، لكن يوم يرتفع بدون مبرر ويوم ينخفض بدون مبرر، يعني التشوهات دي بتعمل نوع من القلق واحنا بنتكلم في ماده حيه وبنتكلم في عنقود بيض. الثبات والاستمرار والاستدامه لتوافر الاعلاف باسعار مناسبه هو المفتاح الاساسي لتوافر الانتاج وتوازن الاسعار. والله يا مسهل، احنا هنتابع وبرضه هنقول لكم يعني، ودايما هنرجع لحضرتك يا دكتور، هنشوف بكره وبعده ان شاء الله يا رب يوم السبت، بس يعني نلاقي انه في تاثير واضح على سعر البيع للمستهلك. اشكرك جدا دكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن.